شوف انا من مواليد المصنعة، بس الوالد والوالدة واجداد اجداد 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 اجدادنا كلهم صوب الجبال رستاق، بس بعدني ما اتكلم لهجة المصنعة، شوي ما اخذ صوب الرستاق اتكلم حالمو اجمو. المهم شباب، انا جالس افكر اسوي لكم مسابقة بسيطة، الـ50 ريال زين وسهلة يعني، بس اللهم يعني تشارك شيء بسيط، ايش رايكم؟ وبنزلها بعد المغرب، بعد صلاة المغرب كذا مسابقة انشطية، فخلكم جاهزين. وجبتي المفضلة الله يسلمك، مندي ولا مكبوس ولحم طازج، تشيل الشحمة من يعني اللحم تشيله كذا يتبطل عن العظم، غير كذا ما فيش. حليش انزلها بعد المغرب، تو بنزلها المسابقة شباب، صورة بنزل بعد هذا السنابة، صورة حلو تكبشة وتكتب تم بس، والسحب يوم الجمعة 50 ريال، لا تضيف حد ولا هم يحزنون، تكبشر الصورة وتكتب تم وبالتوفيق. شباب تتذكروا مخبز يدوي هذا اللي في المصنع؟ وايد اصور منه، واخذ دائما لولا من عندهم، واخذ شاي كرك من عند مصنع كافيه. عموما هم مسوين الحين فطاير، فطيرة جبن وفطيرة كندر ولحم ودجاج، واليوم هذه الفطيرة جابوا لي اياها. حبيب في المصنعة وانت رايح المهم معروف هذا المكان مصنع كافيه، اصعب شيء عندي كيف اشرح المكان. المهم في المصنعة، واهل المصنعة يعرفوا المصنعة كافيه، يعني تعال هني مخبز يدي والتنور، بغيت تنور بغيت لولا، لولا مره كانها يحيى الهاشمي، مره لذيذه مثلي. وهذا رقمهم اذا بغيتوا تتواصلوا معي.